يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الأنبياء: دينهم واحد وشرائعهم مختلفة، هل هناك فرق بين دين الأنبياء وشرائعهم؟ نعم نعم، الدين يعني العقيدة، الدين هو العقيدة والتوحيد واحد، كل الأنبياء جاءوا بالتوحيد والنهي عن الشرك، كلهم جاءوا بهذا. وأما الشرائع فهي على حسب مصالح العباد، يشرع الله شريعة ثم ينسخها بشريعة أخرى إلى أن جاء الإسلام فنسخ جميع الشرائع واستقر الإسلام في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، الله جل وعلا قال: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. المراد بالشرائع الشرائع العملية من الحلال والحرام والأمر والنهي. نعم.